نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن تراجع عدد السفن المارة بقناة السويس تأثرا بالأحداث السياسية الدولية. وقام مركز الإعلام لمجلس الوزراء بالتواصل مع هيئة قناة السويس والتي أكدت انتظام عبور السفن والحاويات بالممر الملاحي للقناة وفقا للمعدلات الطبيعية، حيث سجلت حركة الملاحة خلال شهر فبراير الماضي أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية، وقد عبرت 1713 سفينة من الاتجاهين.